القضية الفلسطينية في صدارة مباحثات الرئيس السيسي والعاهل الأردني، والزعيمان يتوافقان على أهمية تضافر الجهود للتصدي لأزمات المنطقة. ميقاتي يدعو القوى السياسية لتجاوز الخلافات وانتخاب رئيس جديد للبنان، ويحذر من عواقب التأخير. بوتين يبدي انفتاحه على الحوار مع كييف دون شروط، ويؤكد أن مطالبته بمغادرة أوكرانيا قبل المحادثات مستحيلة. السادسة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. تكتسب العلاقات التاريخية المصرية الأردنية أهمية خاصة نظرا للدور الإقليمي المهم الذي تلعبه الدولتان في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة. تعد العلاقات المصرية الأردنية نموذجا يحتذى به لعلاقات قوية ووثيقة منذ القدم، كما ترتبط الدولتان أيضا بأواصر تاريخية ثقافية وعلاقات متميزة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين أهمية تكاتف وتضافر جهود الدول العربية للتصدي للأزمات القائمة ببعض دول المنطقة، وذلك في إطار من احترام سيادتها ووحدتها. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للعاهل الأردني بقصر الاتحادية، حيث أقيمت لملك الأردن مراسم الاستقبال الرسمي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة أخيه جلالة الملك عبد الله إلى القاهرة، مشيدا سيادته بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، ومعربا سيادته عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري. كما ثمن سيادته الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في إطار رعاية الجالية المصرية الموجودة في الأردن. حيث اصطحب سيادته ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت لجلالته مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وأضاف المتحدث أن ضيف مصر الكريم أعرب عن التقدير العميق الذي تكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وكذلك مسيرة العلاقات على مستوى آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، مؤكدا حرص الأردن على الاستفادة من جهود مصر التنموية في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.
وعقب انتهاء الزيارة حرص السيد الرئيس على توديع جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية مغادرا بسلامة الله من مطار القاهرة. تأسست العلاقات بين مصر والأردن على مرتكزات ثابتة منذ عقود عديدة، وتتميز باستقرارها في مواجهة الواقع المضطرب بالمنطقة. كما يمثل التوافق في الرؤى جانبا مهما من العلاقات الثنائية بين البلدين بدعم كبير من القيادتين السياسيتين. على عهدها دائما ومنذ نشأتها الأولى تبقى العلاقات المصرية الأردنية على قلب رجل واحد. ما بين القاهرة وعمان مستوى رفيع من العلاقات منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية عام 1946، حيث تبادلت الدولتان السفارات والقنصليات. كما كانت مصر والأردن عضوين مؤسسين في الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز وعدة منظمات دولية أخرى. توافق تام وتنسيق دائم بين القيادة السياسية للبلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية كالقضية الفلسطينية والوضع في كل من العراق وليبيا واليمن وسوريا وأزمة اللجوء، إلى جانب تطابق رؤاهما تجاه تحقيق الآمال والتطلعات التي يصبو لها الشعبان الشقيقان المصري والأردني وتعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات المشتركة. التوافق بين القيادتين السياسيتين لمصر والأردن تواصل على المستوى الحكومي أيضا، وفي هذا الإطار تعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وما ينضوي تحتها من اتفاقيات ثنائية وإقليمية مشتركة في العديد من المجالات، منها الاقتصادية والعسكرية ومجالات الطاقة والكهرباء. الأردن يحتضن جالية مصرية كبيرة تسهم بشكل كبير في حركة النهضة بالمملكة، وفي المقابل تستضيف مصر جالية أردنية تعيش وتتلقى كافة الرعاية والترحاب في بلدها الثاني مصر. علاقات اقتصادية بمحاور متعددة تجمع بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية بما يسهم في تعزيز وتنمية التعاون المشترك بين البلدين. ومن خلال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة تسعى القاهرة وعمان إلى تنمية مجالات التعاون والتنسيق الاقتصادي بينهما. محاور عدة وضعت خصوصية استراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن لتدشن نموذجاً راسخاً للتعاون المثمر بين دولتين محوريتين. اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة أكثر اللجان المشتركة انتظاماً في الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، تسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين البلدين، حيث تم عقد 30 دورة نتج عنها توقيع نحو 160 بروتوكولاً واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات، انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين. حركة التبادل التجاري بين مصر والأردن شهدت ارتفاعاً كبيراً بالتزامن مع التعاون المضطرد بين البلدين في العديد من المجالات، ليبلغ بنهاية عام 2021 نحو 775 مليون دولار، منها 572 مليون دولار صادرات مصرية و203 ملايين دولار صادرات أردنية. تتنوع بنود التبادل التجاري بين مصر والأردن لتضم المنتجات الغذائية والأثاث والسلع الزراعية والأسمدة والأدوية. الاستثمارات الأردنية في مصر بلغت 41 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021 مقابل 7 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 485.7%. مصر والأردن ترتبطان بعدة اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة، من أهمها اتفاقية التبادل التجاري الكبرى التي تشمل عدة بلدان عربية واتفاقية التبادل التجاري الثنائي.
أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أن مصر كانت عبر تاريخها من أوائل الدول التي عملت على تمكين ذوي الهمم. وفي منشور عبر وسائل التواصل أشارت السيدة انتصار السيسي إلى أن مصر ستظل تعمل على تعزيز دور ذوي الهمم ومنحهم الفرص الكاملة من خلال المبادرات الرئاسية والحكومية المختلفة. استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أبرز جهود الدولة في دعم وحماية أبنائها من ذوي الهمم. أوضح المركز أنه تم تأسيس صندوق عطاء، وهو أول صندوق استثمار خيري يستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الهمم. كما أكد أنه تمت إضافة مادة جديدة للقانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الهمم لمعاقبة المتنمر على ذوي الهمم، مشيرا إلى أنه تم تدشين البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بجودة عالية وأسعار موحدة، وكذلك إطلاق منصة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الهمم للتطوير والوصول إلى فرص وظيفية أفضل. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 667 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 656 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط قرابة 59 طن، إلى جانب ضبط أكثر من 512 طن في مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض، فيما تم ضبط قرابة 67 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، فضلا عن ضبط 915 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 287 قضية خبز ناقص الوزن و 218 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها، وعلى مدار شهر نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 42760 قضية تموينية مستندية وعينية متنوعة، من بينها 131 قضية بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 44109 اسطوانة، وضبط 90 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 5,887,009 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء
إضافة إلى ضبط 346 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت أكثر من 406.5 طن سلع مدعومة، كما تم ضبط 130 قضية بيع بأزيد من السعر أرز أبيض بمضبوطات بلغت قرابة 484.5 طن، وضبط 33 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 510.5 طن، وضبط 65 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت قرابة 468.5 طن، كما تم ضبط 14,608 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت حوالي 768 طن سلع غذائية متنوعة وقرابة 625 طن دقيق أبيض، كما تم ضبط 25,085 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 834.5 طن دقيق بلدي، إضافة إلى ضبط 24 قضية في مجال بيع مواد البناء بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 272 طن أسمنت و11.5 طن حديد، كما تم ضبط 1166 قضية في مجالات التلاعب بمنظومة توريد وتداول أرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب بمضبوطات بلغت قرابة 12,951 طن أرز شعير، كما تم ضبط 1081 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 261,326 عبوة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 2,613,113 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 891,090 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 11,732 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 655 سائقا منهم، كما تم المرور على 1037 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3027 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 11 حالة، كما تم فحص 2668 مركبة وتبين مخالفة 79 مركبة لشروط الصلاحية الفنية، كما تم رفع 1484 سيارة و162 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، تم ضبط 25,204 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة، كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها، عن ضبط 3,671 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 5,465 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 10,701 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص، وضبط 13,305 مخالفة ملصقات، وضبط 97 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 346,250 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 295,863,135 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 916 قضية، من بينها 463 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات،
وضبط 453 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 146 قضية بقيمة مالية 534 مليون و425 ألفا و731 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 9189 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 19 مليار و725 مليون جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 29 مليون و530 ألف و848 جنيها. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ضرورة وجود إرادة سياسية من مختلف القوى والتيارات السياسية لإكمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت. وأشار ميقاتي إلى أهمية استكمال إقرار القوانين الإصلاحية قبل الانتقال إلى إقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي بما يؤمن الفرصة المناسبة للتعافي الاقتصادي. وأكد ميقاتي أن لبنان يعيش حاليا أزمة خانقة ظهرت انعكاساتها على مختلف القطاعات دون أن تؤثر في عزيمة اللبنانيين وقدرتهم على الصمود والنهوض من جديد. أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي نجاح القوات في تفكيك وحدة القيادة والسيطرة لدى تنظيم داعش الإرهابي. قال الخفاجي إن تحطيم وحدة القيادة والسيطرة للتنظيم كان إحدى أهم أولويات الأجهزة الأمنية والاستخبارية، مشيرا إلى مقتل أعداد كبيرة من قادة التنظيم وانهيار منظومة القيادة ما أربك صفوف عناصره وجعله غير قادر على تنفيذ أي عملية إرهابية مؤثرة. أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور منطقة دونباس التي أعلن ضمها نهاية سبتمبر الماضي في الوقت المناسب. من جهته قال المتحدث باسم رئاسة روسيا ديمتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين منفتح على إجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا دون شروط. وقال بيسكوف إن مطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن بمغادرة روسيا للأراضي الأوكرانية قبل بدء المحادثات سيجعل المفاوضات مستحيلة، مؤكدا أن موسكو تفضل الطرق الدبلوماسية للتفاوض. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن هندسة الأمن المستقبلية في أوروبا يجب أن تشمل ضمانات لروسيا، وذلك في إشارة إلى حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الناتو يقترب من حدود روسيا وينشر أسلحة يمكن أن تهددها. كما أعرب ماكرون عن رغبته في التحدث مع بوتين بعد محادثة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة الوضع في مجال الطاقة النووية المدنية في أوكرانيا. وتأتي تصريحات ماكرون في ختام زيارة قام بها إلى الولايات المتحدة وأجرى خلالها محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. قالت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تحرير إحدى البلدات في إقليم دونيتسك ومقتل أكثر من 260 عسكريا أوكرانيا وإحباط هجمات على عدة محاور بالإضافة إلى تدمير نقطة انتشار لمسلحين وإسقاط طائرتين عسكريتين. قال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إنه على محور كوبيانسك أحبطت القوات الروسية محاولة للهجوم من مقاطعة خاركوف وقضت على أكثر من 50 عسكريا أوكرانيا ودمرت دبابتين وأربع مركبات قتال.
قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا تخطط لتطويق بلدة باخموت في إقليم دوناسك بالتقدم إلى الشمال والجنوب. وأضافت الوزارة أن الاستيلاء على المدينة سيكون له أثر محدود على العمليات، لكن من المحتمل أن يسمح لروسيا بتهديد كراماتورسك وسلوفيانسك، مشيرة إلى أن الاستيلاء على باخموت أصبح هدفا سياسيا رمزيا لروسيا. توقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تقوم حوالي 60 سفينة بتصدير الحبوب قبل ربيع عام 2023 في إطار برنامج الحبوب من أوكرانيا. قال زيلينسكي إن السفينة الأولى قد غادرت بالفعل إلى أفريقيا بشحنة من القمح، وستتبعها سفينة ثانية، وأضاف أنه سيتم تحميل ثلث الكمية بالقمح متجهة إلى الصومال، لافتا إلى أن الاتفاق سمح لأوكرانيا بتصدير ما يقرب من 13 مليون طن من المنتجات الزراعية. ذكر الكرملين أن روسيا لن تقبل فرض مجموعة السبع وحلفائها حدا أقصى لسعر النفط الروسي. ونقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن موسكو استعدت لفرض الحد الأقصى للسعر وكانت تعمل على تحليل الأمر، مضيفا أن التحليل سيتم بسرعة وستعلن روسيا بعده كيف سترد. وافقت مفوضية الاتحاد الأوروبي على خطة فرنسية لتقديم مليار يورو لدعم الشركات والمؤسسات الاقتصادية الفرنسية أو تلك التي لها شراكات عمل مع مؤسسات دول أخرى في الاتحاد وتضررت من الأزمة الروسية الأوكرانية. أوضح بيان لمفوضية الاتحاد الأوروبي أن الخطة الفرنسية تستثني شركات الأعمال المالية والبنوك من الاستفادة منها، مقتصرة على الشركات الإنتاجية والصناعية فقط، حيث سيتم تقديم قروض مدعمة وميسرة السداد إلى 6 سنوات للمؤسسات الاقتصادية المتضررة. أزمة طاحنة تمر بها دول الاتحاد الأوروبي بسبب إمدادات النفط الروسي، وبعد فشل عدة محاولات للاتفاق على حد أقصى لسعر النفط الروسي بحراً، اتفقت أخيراً دول مجموعة السبع وأستراليا على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً أمريكياً للبرميل، وذلك للمنقول عن طريق البحر. هذا ورحب البيت الأبيض بتوصل الاتحاد الأوروبي بوضع حد أقصى قدره 60 دولاراً للبرميل على النفط الروسي، مؤكداً أن الصفقة يجب أن تساعد في الحد من قدرة الرئيس الروسي على تمويل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقالت الخزانة الأمريكية إن الحد الأقصى الذي أقره الاتحاد الأوروبي على سعر النفط الخام الروسي سيحافظ على تزويد الأسواق العالمية بإمدادات جيدة. وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين أن هذه الخطوة ستحد من عائدات موسكو النفطية وتحرمها من مليارات الدولارات، مشيرة إلى أن سقف السعر سيزيد من تقييد إيرادات موسكو. وبحسب المفوضية الأوروبية فإن هذا السقف سيسهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية وسيفيد بشكل مباشر الاقتصادات الناشئة والدول النامية، إذ يمكن بيعها النفط الروسي بأسعار أقل من السقف المحدد. هذا ويفترض أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبي الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري للنفط الروسي إذا تجاوز الحد الأقصى والبالغ 60 دولارا من أجل الحد من الإيرادات التي تجنيها موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظرا مثل الصين أو الهند. تعقد مجموعة أوبيك بلس اجتماعها غدا لوضع سقف لسعر النفط الروسي قبل الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي لفرض حظر كامل لمشتريات الخام الروسي المنقول بحرا في 5 ديسمبر المقبل. قال مصدران من كبار المنتجين الروس، قال المصدران إن إنتاج النفط الروسي قد يتراجع بنحو 500 ألف إلى 1 مليون برميل يوميا، وذلك في أوائل عام 2023 بسبب حظر الاتحاد الأوروبي على الواردات المنقولة بحرا اعتبارا من الاثنين المقبل. ما زالت نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها.
عقب الكشف عن القاذفة الأمريكية الجديدة، وزير الدفاع يؤكد اعتماد واشنطن خيارات الرادع لتحقيق التفوق وحل النزاعات. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للقاء روسيا لإجراء محادثات بشأن معاهدة نيو ستارت النووية. يأتي ذلك على الرغم من اتهام موسكو لواشنطن بانتهاج سلوك سام مناهض لها استندت إليه للانسحاب من المفاوضات قبل أيام. في محاولة لفتح قنوات اتصال مع موسكو وتهدئة الأجواء الساخنة بعد التوترات الأخيرة التي شهدتها العلاقات بينهما بسبب الأزمة الأوكرانية، تحدثت واشنطن عن استعدادها للجلوس على طاولة الحوار مع الجانب الروسي. وكان من المقرر أن تجتمع روسيا والولايات المتحدة في 29 من نوفمبر الماضي إلى 6 من ديسمبر الجاري لإجراء محادثات حول نيو ستارت، وهي آخر معاهدة رئيسية لنزع السلاح بين أكبر قوتين نوويتين في العالم. وكان الاجتماع سيمثل لقاء نادرا منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا منذ 9 أشهر، ولكن وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق تأجيل اجتماع اللجنة الروسية الأمريكية بشأن المحادثات ولم تحدد موعدا جديدا للاجتماع، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن روسيا أرجأت الاجتماع الذي كان سيستمر أسبوعا بشكل مفاجئ ومن جانب واحد، وأضاف أن أي تلميح بأن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية خاطئ تماما، وأكد أن واشنطن لا زالت على استعداد للاجتماع مع روسيا لاستكمال المحادثات بشأن معاهدة نيو ستارت التي أبرمت في 2010 عندما كانت العلاقات أكثر دفئا، وقيدت روسيا والولايات المتحدة بحد أقصى من 1550 رأسا حربيا نوويا لكل منهما، وهو تخفيض بنسبة 30% تقريبا عن الحد السابق الذي وضع عام 2002. وكانت روسيا قد أعلنت في أغسطس الماضي أنها ستعلق عمليات التفتيش الأمريكية في مواقعها العسكرية بموجب المعاهدة، مشيرة إلى أن ذلك جاء رداً على عرقلة الولايات المتحدة لعمليات التفتيش الروسية. مساعي الولايات المتحدة للتفاوض مع روسيا وخفض التصعيد تتوالى رغم الأجواء القاتمة التي تخيم على العلاقات بين البلدين على خلفية تحرك الرئيس الأمريكي جو بايدن لعزل ومعاقبة روسيا اقتصادياً على خلفية الأزمة الأوكرانية. شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على أن أسطول الولايات المتحدة هو أكبر رادع يوفر التفوق في الجو، وأكد أوستن عقب الكشف عن القاذفة الجديدة B-21 رايدر التزم واشنطن مع الحلفاء لمواجهة القوى المعادية وتعزيز اعتماد خيارات الرادع لتحقيق التفوق وحل النزاعات. وكشفت الولايات المتحدة الستار عن سلاحها الاستراتيجي الجديد، وهو عبارة عن طائرة مقاتلة باسم الشبح B-21 رايدر في مدينة بالميديل بولاية كاليفورنيا، ويمكن تشغيلها بلا طاقم وقادرة على تنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى، بالإضافة لاستخدامها أسلحة تقليدية. We'll be right back.
اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن إدخال تعديلات جذرية على جدول مواعيد إجراء الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنح ناخبين من أصول أفريقية تأثيرا أكبر في اختيار مرشح الحزب للاقتراع الرئاسي. يتعين أن تحظى التعديلات بدعم لجنة قواعد اللوائح الداخلية التابعة للجنة الوطنية الديمقراطية قبل التصويت عليها من قبل اللجنة الوطنية الديمقراطية في مطلع العام المقبل. في طريقهما للمكتب البيضاوي بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه التاريخي دونالد ترامب في مغازلة الناخبين ولا سيما من أصول أفريقية أو عرقية ملونة، إلا أن حركة التفاف جديدة من بايدن قد تغير موازين اللعبة لصالحه. ففي اقتراح أخير طالب بايدن الذي يخطط للترشح مجددا في 2024 بإدخال تعديلات جذرية على جدول مواعيد إجراء الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنح الناخبين من أصول أفريقية تأثيرا أكبر في اختيار مرشح الحزب للاقتراع الرئاسي، ويدعو مقترحه إلى إطلاق الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للعام 2024 في ساوث كارولينا، حيث يقطن عدد كبير من السكان من أصول أفريقية بدلا من أيوا التي يشكل البيض غالبية سكانها ونيوهامشير الصغيرة، حيث يبدأ التصويت تقليديا. وفي رد سريع على الاقتراح، اتهم الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعلن نيته الترشح للرئاسة في العام 2024 اتهم الديمقراطيين بإدارة ظهورهم للأشخاص الطيبين الذين يعملون بجد في ولاية أيوا. يأتي ذلك في الوقت الذي استقبل قادة الديمقراطيين في أيوا ونيوهامشير مقترح بايدن بفطور. من جهة أخرى، فإن منح الناخبين من أصول أفريقية تأثيرا أكبر في بداية الانتخابات التمهيدية سيعزز موقع نائبة الرئيس كامالا هاريس إذا اختار بايدن عدم الترشح وحلت هي مكانه في السباق إلى البيت الأبيض. ووحدها السنوات المقبلة قد تحدد إذا كان من الممكن أن تصل للمكتب البيضاوي مرشحة ذات أصول ملونة مثل كامالا هاريس أم يعود ترامب لبيته الأبيض. نظمت وزارة الإسكان زيارة ميدانية موسعة لوفد من طلاب وأساتذة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إلى مدينة العالمين الجديدة، وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على مراحل تطور مدينة العالمين وعدد من المشروعات التي تم تنفيذها بالمدينة. في إطار النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مصر بعدد من المدن الجديدة، نظمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية زيارة ميدانية موسعة لوفد من طلاب وأساتذة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إلى مدينة العالمين الجديدة للإطلاع على مراحل تطور المدينة وعدد من المشروعات التي تم تنفيذها. والهدف من الزيارة دي إن احنا نبدأ نشوف الناس للطلبة تحديدا هي إيه الهدف، إيه الدور اللي بتقوم بيه المدن اللي هي بتتعمل، المدن دي ايه نوعية الاستخدامات اللي بتبقى موجودة فيها، ايه الدور التنموي، الرؤية بتاعت المدينة. الهدف من الموضوع ده ان الناس تنزل على ارض الواقع تبدأ تشوف اللي بيتعمل، غير ان انا قاعدة بسمع ده في مدينة العالمين مدينة ابراج. لا، الموضوع هما بدأنا في الاول بعرض برزنتيشن للمدينة، قلنا ايه المدينة، ايه الهدف بتاعها، الاستخدامات الاساسية اللي موجودة فيها، نسب التنفيذ، احنا ايه المراحل اللي شغالين فيها. بدأ ردود افعال من طلبة تظهر، لا الموضوع بدأ يكون مختلف. الزيارة بدأت بتلقي شرح تفصيلي عن المخطط العام للمدينة متضمنا عرضا عن مختلف المشروعات التنموية التي تم تنفيذها، ثم جولة ميدانية لتفقد أهم معالم المدينة من منطقة عمارات الداونتاون وأهم معالم المدينة التراثية والممشى السياحي ومنطقة الأبراج والمنطقة الترفيهية. كنت فاكرها ان هي مكان مهجور وصحراء ومفيهوش أي حاجة خالص غير الأبراج بس اللي بنشوفها يعني، وكمان كنت فاكرة ان مفيش حاجة اشتغلت، بس الصراحة جيت هنا اتفاجئت ان المكان حتى هنا مش بيشتغل بس 3 شهور في السنة زي اماكن كتير، لا احنا يعني استغلنا حاجة كويسة قوي عندنا زي السياحة والكلام ده ان هي بتشتغل طول السنة. مدينة كاملة متكاملة ويكون مش بس سياحية، تكون لا كمان سكانية وتوفر خدمات، وبقى فيها خدمات طاقة وتحلية مياه وخدمات كتير تقدر توفر للناس سكن مش موسمي، لا سكن طول السنة عادي. فخورة باللي بيحصل، ويعني بجد في حاجات كتيرة قوي انا كنتش اعرف عنها غير لما جيت وشفت. فبجد حاجة انا كنت عايزة اتكلم فيها انه ليه السوشيال ميديا مش مبينة قد ايه يعني كل ده موجود. وفي حاجة ان في ناس كتيرة قوي شايفة ان احنا يعني في السوشيال ميديا مسلطين اكتر على الابراج، مع ان دي حاجة اصلا يعني
بتبين قد ايه احنا متقدمين، لان في ناس كتير قوي فاكره ان احنا ما عندناش الحاجات دي. بالنسبه لي المدينه مش مجرد ان هي مدينه ناس تيجي تصيف فيها وتمشي بس، هو في جامعات وفي مولز وفي حاجات للانترتينمنت عامه، وده غير الخدمات اللي بتقدمها، فهي ممكن تبقى مدينه للناس تسكن فيها وتعيش فيها على طول. وفيها يعني من التطورات اللي حصل لمدينه العالمين، سواء في المناطق السكنيه زي الداون تاون والمدينه التراثيه والابراج السكنيه، فدي حاجة كويسة جدا اللي ممكن تأهل مصر لمستوى عالي جدا. ومع نهاية الجولة أبدى الطلاب رغبتهم في تكرار مثل تلك الزيارات إلى المدن الجديدة والمشروعات التنموية والخدمية التي تنفذ في زمن قياسي وبجودة عالية، بما يحقق جودة الحياة للمصريين. تفقدت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني مبنى دار الكتب والوثائق القومية بكورنيش النيل، والتي شملت قاعة البحث والاطلاع ومعمل المسح الرقمي ومركز ترميم وصيانة الوثائق وعددا من الأقسام المختلفة. وجهت الوزيرة بضرورة وضع خطة عاجلة لترميم ورفع كفاءة عدد من الأقسام التي تحتاج إلى التطوير والتحديث والاهتمام برفع كفاءة منظومة التأمين والإنذار المبكر، والحرص على مراجعة تلك الأنظمة بشكل دوري وتحديثها باستخدام تكنولوجيا التصوير المتطورة عالية الدقة. كما وجهت وزيرة الثقافة بالتوسع في رقمنة الوثائق وحفظها بشكل يناسب أحدث وسائل الأرشفة العالمية لتقديم خدمة مميزة للباحثين. تواصل الدولة جهودها لتقديم الخدمة الصحية على أعلى مستوى للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، حيث يشهد نظام الرعاية الصحية في مصر تحسينات متعددة لضمان صحة وحياة كريمة للشعب. خطوات واسعة تقطعها الدولة في عملية تطوير المنظومة الصحية لتقديم رعاية صحية على أعلى مستوى للمواطنين في كل مكان. من أحدث هذه الخطوات نجاح الدولة في تطوير مستشفى إهناسيا التخصصي بمحافظة بني سويف وتشغيلها تجريبيا بعد تطويرها ضمن خطة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية والنوعية. تم التشغيل التجريبي لمستشفى إهناسيا التخصصي بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل للمستشفى بتكلفة إجمالية 262 مليون جنيه بخلاف التجهيزات الطبية والغير طبية في المستشفى. المستشفى بتضم جميع الأقسام زي الاستقبال والطوارئ، العناية المركزة، حضانات الأطفال، الغسيل الكلوي، أقسام الأشعة بمختلف تجهيزاتها، بجانب الأقسام الداخلية على أعلى مستوى. بنقدم خدمة للمواطن على مدار 24 ساعة من خلال استقبال والطوارئ، من خلال العيادات الخارجية، من خلال الرعايات المركزة، من خلال الحضانات. الأقسام الداخلية عندي كومبليت فور 24 hours 24 ساعة كاملة. عندنا خدمة بتليق بالمواطن المصري في ظل دولة جديدة، في ظل صحة جديدة، في ظل حياة جديدة. عندي العيادات المسائية شغال على مدار من 9 شغالة صباحيا، وشغالة المبادرة طبقا للمبادرة الرئاسية شغالة مسائية العيادات المسائية. كان معايا حالة هنا، كان حالة تعبانة جدا، وجيت هنا بسم الله ما شاء الله لقيت إمكانيات عالية جدا، يعني اعتبر والله بدون مجاملة وبدون نفاق، ناس ما شاء الله، دكاترة فوق الممتازين، ممرضين، ممرضات، كل الناس اللي هنا، أمن كله بصراحة كان في خدمتنا. التطوير الكبير يهدف لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة في قطاع الصحة في كافة أنحاء البلاد، وبلغت تكلفة إنشاء المستشفى حوالي 262 مليون جنيه بخلاف التجهيزات الطبية. يضم المستشفى المبنى الرئيسي والعيادات الخارجية وأقسام التعقيم والأشعة والطوارئ والاستقبال والغسيل الكلوي والحضانات، كما يضم غرف العمليات ووحدات العناية المركزة وغيرها لتخدم أهالي مركز ومدينة إهناسيا، وتمثل إضافة كبيرة للمنظومة الصحية. جهود متواصلة تبذلها الدولة في محاولة توفير كل سبل الراحة وتقديم الخدمة الصحية على أعلى مستوى للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية. والآن نتحول إلى أهم أنباء الاقتصاد في نشرة السادسة. وفاطمة خليل، أهلا بك فاطمة. أهلا بك سحنهي، أهلا بك ريهام الديب، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انتشار مرض الحمى القلعية بين الماشية في مصر نتيجة غياب حملات التحصين لحمايتها، وتواصل المركز مع وزارة الزراعة التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لانتشار مرض الحمى القلعية بين الماشية في مصر نتيجة غياب حملات التحصين لحمايتها، وشددت على توفير كافة التطعيمات والتحصينات الوقائية لرؤوس الماشية بشكل دوري ضد أي أمراض وبائية، مشيرة إلى أنه تم إطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع منذ 19 من نوفمبر 2022 بجميع محافظات الجمهورية. تحتل مصر مرتبة متقدمة في مجال إنتاج زيتون المائدة، وتعد من أكبر الدول المصدرة له، ونظرا لمميزات الزيتون المصري عالميا انطلقت فعاليات المهرجان المصري للزيتون بحديقة الأرمان النباتية. نظرا لما تتمتع به مصر من مزايا في عالم الزيتون، خاصة وأنها تتصدر المراكز الأولى في إنتاج زيتون المائدة وأكثر الدول المصدرة له، انطلقت فعاليات المهرجان المصري للزيتون بحديقة الأرمان النباتية تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ليصل زيتون المائدة المصري إلى جميع دول العالم، وهو الشعار الذي رفعه المهرجان من مصر لكل الدنيا. مصر من كبرى الدول المنتجة للزيتون وأكبر دولة مصدرة زيتون المائدة، وإحنا في مصر دايما في كل القطاعات الضخمة اللي زي دي بيبقى ناقصنا حتة التسويق والترويج، ويمكن كل دول العالم اللي عندها إنتاج من الزيتون والتصنيع بيبقى عندها مهرجان وأكتر من مهرجان. تونس عندهم 14 مهرجان للزيتون، إحنا في مصر كان عندنا مهرجان السنة اللي فاتت في محافظة مطروح، وقبلها بفترة كان في مهرجان في محافظة تانية، والحمد لله دلوقتي بقى عندنا أول مهرجان بيجمع كل المحافظات في مكان واحد في القاهرة العاصمة، وبنقول للعالم كله إن مصر قادرة إن هي تنتج زي ما بتنتج زيتون المائدة، تنتج الزيت وبأعلى جودة ونصدره لكل العالم. المهرجان يستهدف تطوير وتغيير مجموعة من الثقافات السائدة في عالم الزيتون، وإلقاء الضوء على الصادرات المصرية ونهجها، وكيف يمكن لهذه الصادرات أن تتطور لتحقق عائدا كبيرا. مهرجان لأول مرة يقام، مهرجان زيت زيتون، لكن في إقبال الحمد لله، معمول له دعاية كويس جدا، في ناس كتير قوي كانت عايزة تشتري زيت زيتون من أماكن موثوقة، بس يعني محتاجة أنها تتكلم معاه الأول أو تعرف إيه طريقة العصر أو معصور إزاي أو تاخد فيدباك أصلا عن الزيت، لأنه في مصر برضو ما كانش مش دي الثقافة بتاعت الناس، يعني أنه يشتري زيت زيتون على طول، لكن بدأت الثقافة تتغير بقالنا سنين. يعني بيتم عصر طبعا الزيتون المطروحي وعصر أول على البارد بحيث أنه يدي أفضل نتيجة في الأكل وفي الفايدة الصحية. طبعا عندنا كمان منتجات تانية زي منتجات الزيتون المطروحي برضو باختلاف أنواعه، عندنا عسل النحل وأنواع مثلا من الصابون المتصنع من المواد الطبيعية الأساسية زي عسل وزبدة شيا والحاجات زي كده. طبعا دي كلها يعني تأثير جميل جدا بالنسبة للمعرض، أنه يدينا تحميس وتحفيز أن احنا نحاول نبرز الجودة بتاعتنا. احنا جايين نشارك في المهرجان المصري للزيتون، وعندنا رغبة كبيرة ورسالة ان احنا جايين نقدمها للناس كلها عن منتجاتنا وعن جودة المنتج المصري اللي موجود، وعاوزين نعلم اي حد موجود احنا هبنزرع ازاي، وعندنا احدث حاجة موجودة مكنة حصاد الزيتون وزرعين زراعات زيتون عالية الكثافة اللي هي 1.5 × 4 و2.5 × 5.5، وزيتنا كله اكسترا فيرجن بفضل الله لان عندنا مصنع موجود. يشمل المهرجان لجوار معرض التسويق التجاري للمنتجات عدة فعاليات علمية، منها محاضرات لكبار علماء زراعة وصناعة الزيتون، وفعاليات اخرى ثقافية وترفيهية تستهدف تغيير انماط استهلاك الزيتون. في أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب إلى 1783 دولارا للأوقية، محليا سجل عيار 18 نحو 1371 جنيه، بالنسبة لعيار 21 وصل سعره إلى 1600 جنيه وهو الأكثر مبيعا، في حين سجل عيار الذهب 24 سجل نحو 1829 جنيه، بالنسبة لسعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 12800 جنيه. في أسواق البترول العالمية تراجعت العقود الآجلة للنفط مع تراقب اجتماعي منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها أوبك بلس وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الخام الروسي، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.5%
من 100 لتبلغ نحو 85 دولار و57 سنت للبرميل. تم تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.5% إلى 79 دولار و98 سنت، وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.61% لتصل إلى 3 دولارات و17 سنت للتر. كذلك تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 6.78% لتسجل نحو 6 دولارات و28 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. خفضت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للجدارة الائتمانية لفرنسا إلى سلبية بدلا من مستقرة. وخفضت الوكالة أيضا توقعات النمو الاقتصادي في فرنسا في عام 2023 إلى 2.2% بدلا من 1.7%. وجاء خفض النظرة المستقبلية نتيجة الضغط المتزايد على المالية العامة للدولة بسبب تباطؤ الاقتصاد وإجراء الحكومة الفرنسية لتخفيف تأثير زيادة التضخم في أسعار الطاقة عن كاهل الأسر والشركات. تراجعت أسعار الغذاء العالمية في شهر نوفمبر الماضي للشهر الثامن على التوالي في مؤشر على بدء تراجع الضغوط التضخمية. وأفادت وكالة بلومبرج أن مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء انخفض بنسبة 1.1% في نوفمبر الماضي إلى أدنى معدلاته منذ يناير، مشيرة إلى أن تجديد اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا أدى إلى انخفاض أسعار القمح والذرة في الوقت الذي تؤدي فيه المخاوف من حدوث ركود عالمي إلى الحد من الطلب على الغذاء. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لسحر وريهام لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا فاطمة. يعود طاقم سفينة الفضاء الصينية تشينتشو 14 بعد مكوثه في محطة الفضاء الصينية لمدة نصف عام وأداء مهمته بالتناوب مع زملائهم تشينتشو 15 إلى الأرض يوم الأحد. من المتوقع أن يهبط رواد الفضاء الثلاثة تشين دونغ وليو يانغ وكايزوز أيضا في موقع هبوط دونغفينغ، وذلك في صحراء جوبا بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين. وقد التقى طاقم تشينتشو 14 برواد الفضاء الثلاثة من تشينتشو 15 وذلك في محطة الفضاء الصينية يوم الأربعاء الماضي، وهو تجمع تاريخي بلغ ذروته في القوى العاملة في معمل الفضاء في المدار إلى 6 وذلك لأول مرة. بهذا الخبر انتهت نشرة السادسة، ويتبقى التذكير بالعناوين. القضية الفلسطينية في صدارة مباحثات الرئيس السيسي والعاهل الأردني، والزعيمان يتوافقان على أهمية تضافر الجهود للتصدي لأزمات المنطقة. ميقات يدعو القوى السياسية لتجاوز الخلافات وانتخاب رئيس جديد للبنان ويحذر من عواقب التأخير. بوتين يبدي انفتاحه على الحوار مع كييف دون شروط، ويؤكد أن مطالبته بمغادرة أوكرانيا قبل المحادثات مستحيلة. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.